السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. اليوم نقابل في ايبيزود 3 من جيمنج نيوز. ان شاء الله تعجبكم الايبيزود اللي باش تعلق اليوم بالباري جيم سويت. ثم غير ما نطول عليكم ونزيدوا في الحديث، نتقابلوا من بعد الانترو. اخبارنا اليوم نبداوها مع الباري جيم سويت والكونفرنس نتاع سوني. سوني بدأت العرض بتريلر للعبة ستار وورز باتل فرونت. التريلر ركز على السينيماتيكس والجيم بلاي، والمطورين قالوا للعبة باش تخدم ب 900 بيكسل على البي اس 4 و 720 بيكسل على الاكس بوكس 1. باش تكون اللعبة مرقلة على الكونسول متاع سوني والكونسول متاع مايكروسوفت. نذكر اللي لعبة ستار وورز باتل فرونت باش تخرج في 19 نوفمبر على الاكس بوكس 1 البي اس 4 والبي سي. بعد قالت سوني اللي لعبة الفايتينج تيكن 7 باش تهبط على البي اس 4 العام الجاي. لعبة تيكن 7 خرجت في فيفري اللي فات في اليابان، وكانت تلعب في صالة الاركادز من شهر مارس. المفاجأة الكبرى انه تيكن 7 باش تكون كومباتيبل مع البلاي ستيشن في ار، الكاسك متاع الفيرتوال رياليتي متاع سوني. This is really awesome سوني. نكملوا مع اخبار البلاي ستيشن في ار ولعبه اخرى باش تتلعب كان بالفيرتوال رياليتي بلاتفورم متاع سوني. شكون ما يعرفش لعبه انتل داون؟ هالمره تاكد اخبار الاشاعه متاع دي ال سي جديد وباش يكون اسمه انتل داون راش اوف بلاد. في بلاي ستيشن في ار و بلاي ستيشن 4 اتس ا رولر كوستر رايد ا شوتر اكسبيرينس اند اول ذا ديسنت انتو مادنس اوف ون اوف اور كاركترز فروم انتل داون. بالنسبه لاخر اخبار الباري جيمز ويك من الكونفرنس متاع سوني اللي اعلنت على درايف كلوب بايكس، يعني في عوض نستعملوا الكريب نستعملوا موتورات. درايف كلوب بايكس باش تتباع كدي ال سي للي عندهم درايف كلوب، وكلعبه وحدها للي ما عندوش نسخه درايف كلوب. في اللونشينج ايفنت بتاع هالو 5 جارديانز قال فيل سبنسر رئيس قسم اكس بوكس ومايكروسوفت انه الباكوردز كومباتيبيليتي باش تبدا في شهر نوفمبر. بالنسبه للي ما عرفوش التقنيه هذه، انه المستعملين متاع الاكس بوكس 1 باش تتوفر لهم شويه العاب متاع الاكس بوكس 360 على الوان. التقنيه هذه باش تبدا مع السوفت وير ابديت في 12 نوفمبر، والميزاجور الجديده باش توفر برشا حوايج جدد للمستخدمين متاع الاكس بوكس 1 باش تسهل التواصل ما بين الجيمرز متاع الوان. اخر خبر الحلقه اليوم من عند ستيم اللي حطم رقم قياسي جديد. الموقع سجل انه 11,625,415 جيمر كانوا اونلاين في نفس الوقت. في هيك الوقت كان اكثر لعبه تتلعب هي السي اس جو، بعدها جي دوتا 2 والتيم فورتريس 2. كانت هذه الابيزود 3 من جيمنج نيوز، ان شاء الله تكون عجبتك. ما تبخلش علينا بلايك سبسكرايب وشير. الابيزود بتاع المره الجايه باش تكون فيها الكونفرنس بتاع مايكروسوفت وشويه اخبار كيما قلت لكم اليوم. كان معكم احمد كابو، السلام عليكم.